يلاحق رجال الشرطة لسان وقحان يسطو على المصارف ويتباهى أمام الجميع بأنه لن يقبض عليه. إنها مسألة وقت فحسب قبل أن يتصادم مع رجال القانون في مواجهة من الند إلى الند، ومن بعدها يطارد المحققون فارين من وجه العدالة، الأول مطلوب بتهمة القتل والثاني بتهمة تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة. هل سيتمكن فريق التدخل السريع في هارتفورد من إلقاء القبض عليهما قبل أن يفرا؟ إنهم خط الدفاع الأول، رجال ونساء أقسموا على فرض احترام القانون وسلامتنا تتوقف عليهم. إنهم رجال تطبيق القانون. زرع لص ملقب بروبن هود ارتكب سلسلة من عمليات السطو على المصارف الرعب في البوكريك في نيو مكسيكو، عندما قصد عاملان من مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل زوجة المشتبه به. وصل هذا الأخير على حين غرة. ينبغي الآن على العميلين أن يقاتلا لإنقاذ حياتهما، بينما كان اللص يطلق النار عليهما من وراء زوجته الحامل. ألبكريك نيو مكسيكو عام 99. تعد هذه المدينة الواقعة في وسط الولاية والمعروفة بأرض السحر من أكبر مدن نيو مكسيكو، وهي تعكس حضارة غنية تمتزج فيها الحضارة الإسبانية بحضارة سكان أمريكا الأصليين. ولكن على غرار المناطق المدينية الكبرى الأخرى أخذت حصتها من المشاكل العصرية والجرائم. ففي الأحياء العنيفة المجاورة للمرتفعات الجنوبية الشرقية المعروفة من قبل السكان المحليين بمنطقة الحرب، يتمركز أكثر المجرمين فسادا في المدينة، ومن بينهم بايرن شين شوبك مدمن مخدرات ومن أصحاب السوابق، عمره 33 سنة. إنه وقح وغريب الأطوار، ويجب القول إنه مجرم بكل معنى الكلمة. مع بلوغه سن المراهقة بدأ بايرن يواجه مشاكل مع رجال القانون. أدين سابقا بتهمة تصنيع الإنفيتامين والإتجار به. بفضل ذكائه تمكن شوبك من تولي منصب قيادي في عصابة بروتاون العنيفة. عصابة بروتاون هي من العصابات الشديدة الفساد، وأعضاؤها متورطون في الإتجار بالمخدرات ضمن نطاق البوكرك. كان شوبك العضو الأكثر عنفا في العصابة، خصوصا عندما يكون تحت تأثير المخدرات. في 28 من نيسان عام 1999 تم توقيف شوبك إلى جانب الطريق لقيادته السيارة بشكل متهور، ولما رفض التنحي جانبا انطلقت المطاردة السريعة. كان الشرطي أندي ليهوكي من الوحدة الكلابية وشريكه الألماني الأصل بارت من أول الذين انضموا إلى هذه المطاردة. شاهدت سيارة تدنو من موقعي والسائق يقودها بطريقة متهورة، فأسرعت إلى ملاحقة السيارة. بعد قليل تمكن رجال الشرطة من قطع الطريق أمام سيارة شوبك وحجزه في داخلها، لكن شوبك أبى الاستسلام، فصدم إحدى سيارات الدورية بعنف متسببا بالتالي في جرح أحد رجال الشرطة. عض الكلب السيد شوبك في صدره، فرفع السيد شوبك ذراعه اليسرى وحاول أن يخنق الكلب. كنت قلقا للغاية لأنني لم أرى في حياتي ردة فعل مماثلة تجاه كلب الشرطة. لم يصدق ليهوكي ما سمعه بعدها، لكن بارت لم يكن ينوي إفلات شوبك. بعد تعرضه للعض مرات عدة تمكن رجال الشرطة من القبض على شوبك، ونقل بعدها في سيارة الإسعاف إلى المستشفى لمعالجته من الجروح التي تسبب الكلب بها. وفي الطريق إلى المستشفى قام شوبك بشيء لا يصدق. مع أنه كان مقيدا بالأحزمة تمكن من الإفلات وضرب المساعد في سيارة الإسعاف، ثم قفز من السيارة التي كانت تسير بسرعة 30 أو 40 ميلا في الساعة. على الرغم من إصابته تمكن شوبك من الاختفاء في المدينة. لم يكتفي بايرن بطموحات عصابة بروتاون المحدودة، واختار السطو على المصارف كوسيلة لترك انطباع أقوى في عالم الجريمة. عام 99 دخل إلى أحد المصارف في البكريك واقترب من إحدى الموظفات على الصندوق. كانت شوبك يستعد لسحب مبلغ كبير من المال. أريد الأوراق النقدية، إنها عملية سطو.
فتحول من مجرم عادي إلى فار من وجه العدالة شديد الخطورة. كان يعبر بصراحة عما يريده ويقول إنه جاء للسطو على المصرف. كان شوباك يستخدم التهديدات الضمنية من خلال الملاحظات الخطية أو الأوامر الشفهية. كان يدخل إلى المصرف ويقول أريد المال كله، وكأنه يطلب حصة إضافية من الطعام. أصيب بعض عاملي الصناديق بصدمة عنيفة من جراء تلك الأحداث فاستقالوا. قبل مغادرته المكان كانت شوباك يلقي الخطاب عينه دائما. أريدك أن تعلمي أن هذا المال لمساعدة الأطفال المحتاجين. بات الجميع يعرف أقواله الشهيرة: ساهمت في إطعام عدد من الأطفال أو ساهمت في إطعام طفل يتدور جوعا. كانت طريقته في السرقة فريدة من نوعها، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إعطائه لقبا مميزا. لقبه مكتب التحقيقات الفيدرالي في ألبوكريك بروبن هود لأنه كان يوحي للعاملين على الصناديق بأنه من النوع الذي يسرق المال ليعطيه للفقراء أو المحتاجين. لا يوجد أي دليل يثبت أنه أعطى شيئا للأشخاص المحتاجين. كان التحقيق في قضية شوباك شاملا، ولم نجد دليلا يثبت أن بايرون شوباك يميل إلى القيام بأعمال إنسانية. بعد حصوله على هذا اللقب الآسر، لفت شوباك انتباه وسائل الإعلام. عند الواحدة قال شهود عيان إن رجلا اقترب من عاملين على الصندوق وطلب منهما مالا. شين هو من الأشخاص الذين لا يمكنك أن تنساهم، فشكله الخارجي ليس سيئا وذكاؤه بارز جدا. أظنه كان مختلفا بعض الشيء عن لصوص المصارف العاديين. أحبت شوباك الأضواء المسلطة عليه والشهرة التي اكتسبها من خلال الصحافة. وخلال 7.5 أشهر التالية نفذ سلسلة من عمليات السطو الناجحة، وكان يقتحم أكثر من مصرف في اليوم الواحد. ومع تتالي عمليات السطو، وجدت وكالات تطبيق القانون الفيدرالية نفسها مرغمة على تكثيف جهودها للقبض عليه. فظهر الخيط الأول لتعقب هذا اللص الشهير مع التعرف على السيارة التي فر فيها. كانت تحمل لوحة جزئية تم الإبلاغ عنها للشرطة. في كانون الأول عام 99 عين العميل الخاص جون تامبرغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي محققا في القضية. لقد أدت التحقيقات إلى التعرف على أفراد عائلة زوجة شوباك. بعد اتصالات هاتفية عديدة وافقت زوجة شوباك على مقابلة رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي. تم اللقاء في تشرين الأول عام 99 في شقتها الواقعة في المرتفعات الجنوبية الشرقية. في تلك الفترة كان رجال الشرطة يخالون أن شوباك يزور عائلته في سانت لويس. انضم العميل الخاص سكوت كامبل إلى تامبرغ خلال استجواب السيدة شوباك. زودتنا بمعلومات عن عمليات السطو على المصارف وعن ميوله العنيفة، وقالت إنها خائفة على نفسها وعلى طفلها الذي لم يولد. بعد مرور نصف ساعة سمع العاملان صوت سيارة تتوقف أمام المبنى. أجل، وقف تامبرغ يراقبها عند طرف الزاوية ليتأكد ما إذا كانت زوجة شوباك ستشي بهما. رأيتها تومئ نحونا فأدركت أنها تدله على مكاننا. رأيت مسدسا من عيار كبير يظهر من خلف الباب، فأسرعت إلى الإمساك به ورميته بعيدا. عاد شوباك إلى غرفة الجلوس وأطلق النار على الحائط المشترك بين الغرفتين. لم يكن العاملان يتمتعان بأي غطاء ولم يجدا مفرا من القتال. أطلقت النار عليه عبر الحائط آملا أن أضع حدا للخطر المحدق بنا. تشعر بنبضك يتسارع وأنت عالق وسط تبادل لإطلاق النار. حاول تامبرغ إحباط محاولات شوباك فانتقل إلى المدخل مستخدما ركيزة الباب كغطاء له، ولكن مع استخدام شوباك زوجته الحامل توقف تامبرغ عن إطلاق النار وصرخ محذرا. وعلى حين غرة خرج شوباك مسرعا من الباب الخلفي ودخل إلى شقة الجيران. شت اب
اتصل العميلان تامبرغ وكامبل على الفور بفريق القوة الضاربة لمعالجة هذا الموقف الذي من المحتمل أن يصبح خطيراً. تولى الرقيب ستيف هيل الذي أمضى 18 سنة في خدمة الشرطة قيادة فريق القوة الضاربة. حضرنا بأسرع ما يمكن إلى المكان ووضعنا طوقا حول المنطقة، ثم شكلت فريق التدخل الذي كان يحمل أسلحة مميتة وبعض الأسلحة غير المميتة. تشمل الأسلحة غير المميتة أسلحة نارية تطلق رصاصا مطاطيا أو فارغا. مع تمركز رجال فريق القوة الضاربة في مواقعهم، حاول أحد المفوضين الاتصال بتشوبك. على الرغم من أن تشوبك أبى الرد على الهاتف، سمح لراهينته بالتحدث باسمه. تحدث المفاوض مع صاحبة الشقة ونصحها بمغادرة المكان في غفلة عن تشوبك. خلال انشغال تشوبك بالفوضى الموجودة في الخارج، فرت المرأة من الشقة. على الرغم من يأسه، بقي تشوبك على عناده واستنبط خطة جديدة للهرب. أحدث فجوة في الجدار وانتقل من شقة إلى أخرى وحاول بعدها الفرار من الباب الأمامي. على الرغم من أن المعطيات كانت ضده، ظن تشوبك نفسه قادرا على الفرار من وجه الشرطة، ولكن وجد نفسه مرغما على مواجهة عدو قديم. إنه الشرطي ليهوكي وكلبه بارت. إنه الكلب عينه الذي اشتبك تشوبك معه قبل بضعة أشهر عند خرقه قانون السير. أندي، هل أرسلت الكلب؟ نظراً للعداوة القديمة الموجودة بينهما، حاول تشوبك قتل الكلب. أمسك السيد تشوبك الكلب من أذنيه وحاول ضربه مرات عدة بقبضتيه، وبدأ يصرخ ليس فقط لأن الكلب يعضه، بل لأنه كان يخشى أن يقع في الأسر. أمر الرقيب هيل أحد القناصين بإسقاط السيد تشوبك برصاصة غير قاتلة. تطلق الرصاصة وتصيب المرأة في منطقة نأمل أن تجعله عاجزاً عن الحركة. كان يصيح ويصرخ ويقاوم، وعلى الرغم من أن الكلب عضه وأصيب برصاصات فارغة، ازداد السيد تشوبك عنفاً. لأول مرة منذ عدة أشهر تمكنت المدينة من أن تتنفس الصعداء، فجرائم تشوبك العنيفة بلغت حدها، وسيوضع الآن في المكان الذي ينتمي إليه خلف القضبان. اعترف تشوبك بأقدامه على السطو على المصارف وحيازة الأسلحة والاعتداء على رجل شرطة. في تشرين الأول عام 2000 حكم عليه بالسجن 40 سنة. خلال تأديته عقوبته، كان تشوبك يفكر في الانتقام، فبدأ يعد لوائح بالموت ويرسلها إلى الضحايا المحتملين. أدرج على تلك اللوائح اسم الكلب البوليسي بارت، فضلا عن اسمي أنا، ما أثار قلقي بعض الشيء. على الرغم من دخوله السجن، بقي تشوبك قلقا بشأن صورته أمام الناس. يرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي صور المجرمين لتعميمها على وسائل الإعلام، لكن صورته كانت قبيحة، فلم يرق الأمر له لأنه أراد صورة يبدو وسيما فيها. بعد مرور شهرين وعقب انتهاء جلسة الاستماع في المحكمة الفيدرالية، تولت شركة خاصة نقل تشوبك إلى سجن سانتا في. يجلس الحراس عادة في المقدمة، إنها آلية آمنة جدا وفيها قفص يوضع السجناء فيه. ولكن هذا السجين ليس كالسجناء الآخرين، إنه بايرون تشين تشوبك، ولم يكن ينوي العودة إلى السجن. وما حصل بعدها أثار ذهول الجميع. بعد معركة عنيفة بالأسلحة مع العملاء الفيدراليين، وقع مرتكب عمليات السطو المتسلسلة بايرون تشين تشوبك في الأسر. وفي وقت لاحق وخلال نقله من قصر العدي إلى السجن، قرر تشوبك أن يثير ذهول السلطات مرة أخرى.
تمكن بطريقة أو بأخرى من الحصول على مفتاح لأغلاله. بعد أن علم أن لا أحد سيرى يديه، أدرك تشوبك أنها فرصته الوحيدة للفرار. لم يستطع أحد أن يعرف كيف تمكن من الحصول عليه، وبعد أن حرر نفسه كسر زجاج النافذة وقفز منها. تمكن تشوبك من الإفلات من الحارس، ولكنه كان يعي أن عليه مغادرة المنطقة. عندما رأى امرأة تستعد لركوب سيارتها طلب منها أن توصله. كانت خائفة ولم تجد أمامها خيارا آخر سوى أن تسمح له بركوب سيارتها. على الرغم من الغارة التي شنتها الشرطة، تمكن تشوبك من التسلل من دون أن يراه أحد بمساعدة تلك المرأة المذعورة. ولحسن الحظ أطلق تشوبك سراحها قرب محطة للوقود، ثم اختبأ في فندق مجاور حيث أسرع إلى التلفزيون ليتأكد ما إذا كان خبر فراره قد بلغ وسائل الإعلام. يحب شين الشهرة، وكانت تلك المطاردة البشرية مثيرة للاهتمام لأنها شكلت الخبر الأبرز في الأخبار. كان جالسا في فندقه يشاهد ذلك على شاشة الأخبار. أدرك تشوبك أن عليه مغادرة البلدة، فقصد الباسو في تكساس وعبر بعدها الحدود إلى مكسيكو حيث كان ينوي الاختباء. وافقت زوجة تشوبك على إجراء مقابلة تلفزيونية شرط عدم الكشف عن هويتها، لأنها كانت تخشى أن تعرض حياة زوجها للخطر. سيقتلونه، هذا ما أخشاه. عليه أن يفعل ما يجده مناسبا، عليه أن يفعل ما يعتبره صائبا. كانت وكالات تطبيق القانون المحلية والفيدرالية مصممة على تسليم تشوبك للعدالة. شارك مساعد الشرف إريك نيبر في عملية البحث عن لص المصارف الهارب من وجه العدالة. تعد عملية البحث عن بايرون تشوبك أهم عملية في تاريخ ولاية نيومكسيكو. وضعنا حواجز على الطرقات وقمنا بالبحث عنه مع الكلاب البوليسية سيرا على الأقدام في المناطق الجبلية، وأرسلنا طائرات الهليكوبتر الخاصة بشرطة الولاية. شكل فراره نوبة من الهيجان الإعلامي، فكانت نشرات الأخبار تستهل بالحديث عنه. اعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي تشوبك مسلحا وخطيرا جدا. احتل موضوع تشوبك الصدارة، أصبح مشهورا جدا، وأدرج اسمه ضمن لائحة جهاز المارشالات التي تضم أهم 15 مجرما مطلوبين من العدالة. تضم لائحة جهاز المارشالات أهم 15 مجرما مطلوبين من العدالة، لم تدرج أسماؤهم بشكل تراتبي وفقا لمدى خطورتهم. عند إدراج اسم مجرم ما على هذه اللائحة تخصص المزيد من الأموال لإلقاء القبض عليه. يتيح لنا ذلك أن نعطي صورته للآخرين ونرسل ملصقات الشخص المطلوب إلى المكاتب البريدية. علاوة على ذلك أرسل المعاونون من كل أنحاء البلاد لمساعدتنا. سطت شبك على مصرف آخر. أين؟ في وسط المدينة. في كانون ثاني عام 2001 تعرض عدد من المصارف في الباكريك إلى السطو، وتطابقت أوصاف المشتبه به في كل عملية مع أوصاف بايرون تشين تشوبك المطلوب من العدالة. ها هو الآن يؤدي دور روبن هود بإتقان. كان يدخل إلى المصرف ويعرف عن نفسه سائلاً عاملة الصندوق: هل تعرفين من أكون؟ وعندما تجيبه بنعم يؤكد على كلامها قائلاً: نعم، أنا روبن هود. أظنك تدركين ما عليك فعله الآن. في 16 من كانون الثاني قام تشوبك بالسطو على 3 مصارف دفعة واحدة. يرتكب اللص عمليات سطو عديدة في اليوم عينه لأنه يخيل نفسه قد بلغ قمة النجاح. بدا روبن هود وكأنه لا يقهر. لقد أمضيت 15 عاما من خدمة الشرطة في البوكريك، وأظن أن هذا اللص كان فريدا من نوعه من حيث عدد الجرائم التي ارتكبها، ومن الصعب إلقاء القبض عليه. في 5 شباط 2001 طلب تشوبك من صديق له أن يسلم رسالة إلى محطة إذاعية، وهي إحدى المحطات المحلية في الباكريك. كانت الرسالة موجهة إلى تي جي تراوت.
معكم تراوت من 94 في البوكريك الجميلة في نيو مكسيكو. أظن اختارني لأنه كان يستمتع بالاستماع إلى برنامجي. تحدث تراوت مباشرة على الهواء ليتأكد ما إذا كانت الرسالة من تشوبك. قلت إننا استلمنا رسالة من أحدهم وهو يعرف نفسه. إذا كنت فعلا من تدعي أنك هو، اتصل على هذا الرقم وقل لهم أنك تريد التحدث معي وسأجيبك. اتصل تشوبك وتمكن من إقناع تراوت بحقيقة هويته. وافق تراوت على تسجيل مقابلة هاتفية مع لص المصارف. اتصلت المحطة على الفور بمكتب التحقيقات الفيدرالي وعرضت التعاون معه. ناقشنا المواضيع كلها ووجدنا أنها فكرة سديدة أن نستخدم تسجيل بايرون تشوبك، وذلك بغية اعتقاله. قرر مكتب التحقيقات بث التسجيل في اليوم التالي بغية حث تشوبك على الخروج من مخبئه. ذكرت البارحة أنني تلقيت اتصالا هاتفيا غريبا جدا. تلقينا اتصالا من روبن هود بايرون تشوبك وسجلنا الحديث الذي أجريناه معه، وإليكم ما جرى بيننا من كلام. مرحبا تراوت، تكلم. هل يمكنك سماعي؟ أجل، أنا روبن هود، ما الأمر؟ ما الذي تريد معرفته؟ حسنا، سأقول لك ما أريد معرفته. هل تحاول أن تنصب لي فخا؟ لا لا. حسنا، لأن ذلك تصرف سيء. لا، لم أكن أحاول. أريد أن أقول الحقيقة للناس، فرجال مكتب التحقيقات الفيدرالي ورجال الشرطة كلهم يكذبون يكذبون يكذبون. كنا مسمرين جميعا في أماكننا، أقصد القول إن الجو كان مشحونا بالتوتر خلال الحديث لمنافسه. حسنا، عليكم توقيفه، وأقصد القول إنه عليكم توقيفه ومحاكمته، إنه يعمل في سجن مقاطعة سانتا في، اتفقنا؟ طالب تشوبك بتوقيف أحد الحراس في سجن سانتا في لأنه كان يسيء معاملة السجناء، وهدد أيضا العميل الفيدرالي سكوت كامبل الذي أطلق النار عليه في شقة زوجته. يأخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه الأمور على محمل الجد. كنا نعي إجرامه فاتخذنا الإجراءات اللازمة لكل الاحتمالات. مع انتهاء المقابلة حاول تراوت إبقاء خط الاتصال مفتوحا بغية إجراء مكالمات أخرى في المستقبل. هل من طريقة للاتصال بك؟ لا يا صاح، لا أفارق أسلحتي لحظة واحدة وأبقى دائما على أهبة الاستعداد. علي أن أقفل الخط، لا يمكنك الاتصال، سأتصل بك أنا. لم يتصل تشوبك ثانية، ولم يتمكن رجال الشرطة من تعقب اتصالاته، لكن الشهرة التي كان يسعى وراءها أدت إلى ارتكاب خطأ فادحا. فكاميرات المراقبة التقطت صورا للصديق الذي تولى نقل الرسالة لتي جي تراوت. تولت المحققة روبن بورج التي تعمل في وحدة مراقبة العصابات معاينة الصور، فاشتبهت بأن يكون حامل الرسالة عضوا في عصابة بروتاون. كنت أحتفظ بصورة عن إجازة سوق تومسون، ولما أحضروها لي كان الشبه واضحا. كنا على بعد بضع ساعات عنه وليس بضعة أسابيع. بدأ رجال الشرطة بمراقبة مخيم المقطورات حيث يقيم تومسون. كانت من أصعب عمليات المراقبة، إذ خشي المحققون أن يقوم أفراد العصابة بمراقبة مضادة بغية إبلاغ تشوبك بأننا في الجوار. كان حدس رجال الشرطة ينبئهم باقتراب موعد وقوع تشوبك في الأسر، وعلى الرغم من ذلك كانت العملية دقيقة للغاية ومحفوفة بالمخاطر. ركننا سيارة واحدة في موقف للسيارات على مقربة من المقطورة، ووزعنا القوى الأخرى ضمن المحيط. قام العميل السري ريتش لويس بتجنيد مخبر لمساعدتهم على القبض على روبن هود، وكان المخبر على معرفة بتشوبك وجيمس تومسون. ولأسباب أمنية بحتة لا يمكن الكشف عن هوية العميل. يملك المخبر خلفية جرمية حافلة وهو يواجه اتهامات خطيرة. وافق المخبر على التعاون مع الشرطة شرط أن يتساهلوا معه في قضيته. كان رجال الشرطة على علم بوجود تومسون وعدد من الرجال الآخرين داخل المقطورة، إلا أنهم لم يكونوا واثقين من وجود تشوبك فيها، لذا قرروا إرسال المخبر إلى المقطورة بغية التأكد من الأمر. كان المخبر يعي جيدا أن مهمته محفوفة بالمخاطر، لأننا ناقشنا الموضوع معه ومع محاميه.
فهم المخبر ما هو مقدم عليه لأن عمل الواشي أو الجاسوس خطير للغاية. طلب التحري لويس من المخبر أن يتحقق من كل غرفة في المقطورة بغية التأكد ما إذا كانت شوبك موجودا فيها. وضعنا خطة لإنقاذه إذا ما ساءت الأمور في الداخل، فاتفقنا مع المخبر على استعمال كلمات وجمل محددة إذا ما واجه خطرا ما وأراد أن نقتحم المكان. أعطى لويس للمخبر الإرشادات اللازمة لتفتيش المكان. طلبت من المخبر الدخول إلى الغرفة التي من المحتمل أن يجد السيد تشوباك فيها. عليه أن يفتح الباب ويدخل مدعيا أنه أخطأ في الغرفة، وهذا ما حصل تماما. كان تشوباك تحت تأثير المخدرات. لا يا رجل، دخلت لأرى ما الذي يجري. هدد تشوباك المصاب بجنون الارتياب بإطلاق النار على المخبر. أصيب المخبر بالذعر، كنا نسمع دقات قلبه المتسارعة بواسطة جهاز. خشي رجال الشرطة أن يكون المخبر في خطر، ولكن إن حاولوا إنقاذه قد يتحول هذا الموقف الخطير إلى موقف مميت. ألبكرك نيو مكسيكو، تعقبت القوة الضاربة التي تضم وكالات مختلفة لتطبيق القانون لص المصارف الهارب من السجن بايرون تشين تشوباك وصولا إلى مخيم للمقطورات. بعد تجنيدهم مخبرا للتأكد من وجود تشوباك داخل المقطورة، وقع رجال الشرطة في حيرة من أمرهم بعد أن هدد تشوباك المخبر بواسطة المسدس. سمعنا المخبر يطلب منه ألا يطلق النار عليه، وكان الوضع متوترا. حافظ المخبر على رباطة جأشه مؤكدا للص المصارف أنه لا يشكل أي خطر عليه. في نهاية الأمر سمح تشوباك للرجل بالذهاب. عرفنا مكان وجود تشوباك ونوع الأسلحة التي معه، فقررنا تضييق نطاق البقعة المطوقة وإبقاءه داخل المقطورة إلى حين وصول فريق القوة الضاربة. خلال انتظار وصول فريق القوة الضاربة ظهر تشوباك فجأة عند الباب الأمامي. خرج من المقطورة وصعد في السيارة ليرحل. جلس تشوباك في المقعد المجاور للسائق بينما جلس رفيقه خلف المقود. حاول عميل سري أن يعطل السيارة التي أراد تشوباك الفرار فيها. بعد أن أطلق العميل النار وأصاب أحد الإطارات، انطلقت السيارة نحو الغرب متوجهة إلى التقاطع. وبسرعة فائقة توجه التحري ريتش لويس إلى المقطورة، لكنه لم يصدق ما رأته عيناه. رأيت سيارة تشوباك فقررت أن أوقفها، فارتطمت السيارتان من الأمام. بقي رجلان تحت تأثير صدمة الاصطدام، ثم حاولا ما بوسعهما لاستعادة رشدهما. بدت عليه إمارات الجنون، ولم أشك للحظة واحدة في أن السيد تشوباك سيبذل قصارى جهده للهرب. علم لويس من المخبر أن تشوباك يحمل سلاح نصف آلي من عيار 9 ملم. رأيته يبحث في خصره ثم راح يعبث بشيء ما، ولم أشك في أنه كان يعبث بسلاحه. نزل الرجلان من السيارة في آن معا. بينما كان يحاول الفرار صوب مسدسا نصف آلي نحو التحري لويس. عرفت أنه سيطلق النار علي. بينما كان تشوباك يرفع سلاحه، تمكن لويس من إطلاق النار أولا وأصاب المجرم في صدره. وأخيرا بلغت مهنة المجرم الشهير روبن هود نهايتها. شعرت بالارتياح أكثر من الابتهاج، ولم أشك للحظة أن تشوباك قد يقدم على قتل أحدهم أو جرحه. يؤدي تشوباك حاليا عقوبة بالسجن 80 سنة في ظل تدابير أمنية مشددة. كنت سعيدا جدا لأننا عملنا معا كفريق واحد، وكان عمل الوكالات وكل الذين ساهموا في هذه العملية رائعا. A lot of work to catch him, but I think that the investigation that led to his capture worked out real well.
لاحق رجال شرطة الفارين من وجه العدالة كاتاليو موراليس وراينون سولانو إلى موقع للأبنية الشعبية في هارتفورد. فوقع فريق التدخل السريع في هارتفورد المنطقة بغية القبض عليهما على حين غرة. لكن هذين المجرمين العنيفين لن يستسلما بسهولة. هارتفورد هي العاصمة المعروفة بسحرها الإنجليزي وتاريخها الأمريكي الغني، وهي تضم أيضا مقر القوة الضاربة الخاصة بملاحقة الفارين الذين ارتكبوا جرائم عنيفة. يعمل العميل الخاص أندرو أندرسون لصالح هذه الوحدة منذ أكثر من 4 سنوات. القوة الضاربة هي منظمة يرعاها مكتب التحقيقات الفيدرالي وتضم وكالات فيدرالية ومحلية لملاحقة المجرمين العنيفين الذين يقصدون ولاية كونكتت. في حزيران 2001 تلقت القوة الضاربة معلومات تفيد بأن رايموند بوم بوم سولانو المطلوبة بتهمة القتل وكاتالينو موراليس المطلوبة بتهمة محاولة القتل يختبئان معا في هارتفورد. كان علينا أن نستخدم كل الوسائل المتوفرة لدينا للعثور على هذين الفارين في أسرع وقت ممكن، إذ لا ينبغي عليهما أن يتجولا في شوارع هارتفورد. كان قلق العميل أندرسون بشأن موراليس في محله نظرا لأعمال العنف التي مارسها في بنسلفانيا قبل بضعة أشهر. كان موراليس عضوا في عصابة محلية تطلق على نفسها اسم منتجات تنتاون أو MA. واجه موراليس مشاكل مع الشرطة منذ بلوغ 15 سنة، وهو حاليا أب لثلاثة أولاد من 3 نساء مختلفات، ولكن يأبى أن يعيل أي منهن. قصدت الشرطة منزله حاملة معها مذكرة جلب لأنه امتنع عن دفع نفقة إعالة طفل. Carolina, we have a warrant for your arrest. Get the hell out of here! 143, we got shots fired. استولى اليأس على موراليس بعد أن أدرك أن الشرطة تبحث عنه في كل مكان. كان يحتاج إلى مكان، إلى أي مكان ليختبئ فيه. أصيبت نانسي ماغان وابنها الصغير وقريبها بالذهول عند رؤيتهما رجلا مسلحا ومسعورا يقتحم منزلهم. كان رجال الشرطة يطوقون المنطقة، ما أدى إلى تفاقم توتر كاتالينو موراليس. احتجز موراليس نانسي وعائلتها كرهائن لأكثر من 2 ساعة، حاول خلالهما تحديد خطوته التالية. خلال هذه المحنة لاحظ شيئا جعله يلتفت ويقول: لا تحاول أن تكون بطلا. لكن القريب تجاهل تهديده. وخلال تعاركهما أضاع موراليس مسدسه واضطر إلى مغادرة المكان زحفا على ركبتيه. وما لبث البحث عن موراليس في أرجاء المقاطعة أن تحول إلى مطاردة منظمة من الشمال إلى الجنوب، لكن الشرطة لم تتمكن من العثور عليه. بعد مرور 5 أشهر كان شريك موراليس في الإجرام رايموند سولانو مطلوبا من قبل الشرطة لارتكابه جريمة وحشية. فخلال سعيه للانتقام ذهب سولانو يبحث عن عضو في العصابة المنافسة كان يتهمه بسرقة صديقته. حصل ذلك في 3 حزيران 2001. وصل سولانو مرتديا كنزة فضفاضة لها قبعة للرأس، ما أثار انتباه الجميع لأن الطقس كان حارا جدا. توجه نحو الشاب وشهر مسدسه في وجهه. بعد أن قتل الشاب هدد سولانو اللاعبين الآخرين ثم غادر الملعب بهدوء. غمرت المجتمع موجة من الذهول. كانت الحادثة أشبه بتنفيذ لحكم إعدام أمام حشد من الناس.
تمكن سولانو من الإفلات من الغارة التي شنتها الشرطة وتوجه شمالاً إلى كنيتيكت. تلقى مكتب التحقيقات معلومات سرية تفيد بأن المعنية موجود في شوارع هارتفورد برفقة عضو عصابة MA وشريكي في الإجرام كاتالينو موراليس. تلقينا معلومات تؤكد أنهما في هارتفورد. كان التحري جيف أنتونو ضابط ارتباط شرطة هارتفورد لدى القوة الضاربة. عندما قيل لنا إنهما في منطقتنا أردنا النيل منهما لأنهما مجرمان من الطراز الأول. عند التحقيق في قضية شخص فار من العدالة نحاول أن نحدد الوجهة التي قد يقصدها ومكان أفراد عائلته وشركائه وأصدقائه. دفعت المعلومات الواردة عن مكتب التحقيقات في بنسلفانيا رجال الشرطة إلى وضع أحد شركاء سولانو في هارتفورد تحت المراقبة. بعد مرور فترة وجيزة خرج شاب تتطابق أوصافه مع أوصاف أحد الفارين من المنزل. أكد رجال الشرطة أنه كاتالينو موراليس. في تلك المرحلة حاولنا أن نتخذ القرار المناسب، هل نعترض طريق السيارة؟ هل هو الشخص المطلوب؟ فقررنا أن نتحرك ونقبض على الشاب، ولحسن الحظ توقف عند إحدى محطات الوقود. وجد رجال الشرطة أنها الفرصة الأنسب لإلقاء القبض عليه، وكانوا يدركون أيضا الخطر المحدق بهم. كل ما يهمنا هو أن نخرج الشاب من السيارة ونقبض عليه. اقترب رجال الشرطة بحذر من السيارة، كانوا يدركون أن المشتبه به قادر على تحويل الموقف إلى مواجهة مميتة. فاران خطيران من بنسلفانيا هما كاتالينو موراليس وريمون سولانو يختبئان في هارتفورد. يظن العميل الفيدرالي أندرو أندرسون والتحري جيف أنتونو من شرطة هارتفورد أنهما عثرا على موراليس وها هما يستعدان للقبض عليه. انعطف عند جدة ألباني وتوقف عند محطة الوقود، فتوقفت بدوري وتقدمت نحوه ببطء مدعيا أنني لا أعرف الاتجاه الصحيح. فيما كان العميل أندرسون يحاول التسلل من خلف المشتبه به، اقترب التحري أنتونو منه بحذر. حرك المعني في تلك اللحظة يديه، فظننت أنه يبحث عن مسدسه، فمددت يدي وأمسكت بيديه وكبلته وأخذته إلى السجن. خلال التحقيق تبين أن المشتبه به ليس كاتالينو موراليس، لكن الشاب زودهم بمعلومات أساسية ساعدت القوة الضاربة على الاقتراب أكثر من موراليس وسولانو. في تلك المرحلة زودنا ذلك الشاب بمعلومات إضافية حول الفارين أكدت أنهما في مجمع قرية مارك توين. بعد أن كوننا فكرة واضحة عن مكان وجود المشتبه بهما، اتخذ قرار باستدعاء فريق التدخل السريع. بعد أن كونا فكرة واضحة عن مكان وجود المشتبه بهما، اتخذ قرار باستدعاء فريق التدخل السريع على رأسه الملازم هارولد إيفن. كنا نعمل ضمن منطقة تضم منازل شعبية، إنها منطقة شاسعة وفيها مبانٍ عديدة تتخذ شكلاً عنقودياً، ويحيط بكل مبنى مرآب للسيارات وفناء خارجي. طلبت من الجميع الاستعداد وتلقيم الأسلحة ووزعت فريق التدخل السريع إلى مجموعتين. اتخذنا مواقع استراتيجية بغية تغطية طريق مارك توين وشارع بلينفيلد إذا ما حاول الهرب. وصل التحري أنتونو والعميل الخاص أندرسون إلى المكان أيضا. جلست مع العميل الخاص أندرسون في سيارة غير مشبوهة ضمن المنطقة التي طوقتها الشرطة. كان ينبغي علينا أن نعترض طريق المشتبه بهما في حال تمكنا من مغادرة المكان في سيارتهما. نشر الملازم إيفن 3 قناصين على سطح مدرسة مجاورة. التحق القناص باتريك فيرل بفريق التدخل السريع منذ 9 سنوات. دخلنا من الجهة الشمالية للمدرسة حاملين معنا كل المعدات اللازمة، ثم تمركزنا عند الزاوية الجنوبية الشرقية. كان الشرطي ريمون دياز الرجل الثاني على السطح. يعتبر القناص عيني الفريق وأذنيه، لأننا نستكشف المنطقة ونبحث عن الموقع الأفضل ليدخل الفريق منه أو يتمركز فيه بغية حمايته من الأذى. الشرطي مايكل مانسون هو العضو الثالث في فريق القناصين.
اخترنا موقعا يؤمن لنا رؤية واضحة للشقة. تمركزنا في المكان وأخذنا قياس بعض النقاط بغية تحديد المسافات، فعند إطلاق النار يتوقف الأمر كله على المسافة التي تبعدنا عن الهدف، ما يعني أنه علينا أن نحدد المرمى بدقة. فالخطأ ممنوع في عملنا لأنه قد يؤدي إلى قتل الرهينة أو أشخاص بريئين. بعد قليل شاهد فريق القناصين شخصا يجتاز الفناء الخارجي. خرج من الشقة وتوجه نحو إحدى السيارات المركونة في المرأب. كان كاتالينو موراليس. كنا نملك وصفا دقيقا لملابسه ولحجمه التقريبي، ما ساعدنا على التعرف عليه بسرعة. بعد مرور دقائق شاهد القناصون رجلا آخر يلحق بموراليس. كانت أوصاف هذا الرجل تتطابق مع أوصاف الفار ريموند بوم بوم سولانو. أفاد الشرطي مانسون أنه تم التعرف على المشتبه بهما. عند ظهور الرجلين قلت في نفسي رباه، سيحصل شيء ما الآن. لم يعمل محرك السيارة يا صاح. حسنا، فلنحاول مرة أخرى. حاولا أن يديرا المحرك من سيارة أخرى ففتحا الصندوق ورفعا الغطاء. لم يكن من الممكن تركهما يصعدان السيارة ويغادران المكان حتى لا تشهد شوارع هارتفورد مطاردة عنيفة وإطلاق نار، أو العودة إلى المبنى واحتجاز رهائن، ما يعني أنه علينا أن نتحرك بسرعة. كانت خطة إيفن تقضي بإرسال فريق لتوقيف الفارين في مرأب السيارات، فيما يتولى الفريق الآخر مهمة منعهما من العودة. لعب القناصون على سطح دور المراقبين، فكانوا يبلغون الفريقين عن تحركات موراليس وسولانو. انضم الملازم هنري مارتن الذي كان رقيبا إلى الفريق المعني بتوقيف الفارين. كان الفريق منظما ومتآلفا، كان الجميع يعرف ما عليه أن يفعله عند وصولنا إلى هناك. بعد تمركز رجاله أعطى الملازم إيفن الإشارة. كان تحري خورخي دي خيسوس عضوا في الفريق المعني بتوقيف الفارين. نزلنا من الشاحنة بشكل مرصوص. الشكل المرصوص هو عبارة عن مناورة تكتيكية يصطف فيها أعضاء الفريق الواحدة تلو الآخر ليشكلوا هدفا واحدا. عين الشرطي روبرت بورغوس على رأس الفريق المعني بتوقيف الفارين. اصطففنا عند نزولنا من الشاحنة وبدأنا نقترب من المبنى المجاور للمكان الذي كان المشتبه بهما يقفان فيه. عند الجهة المقابلة من المرأب طوق فريق التدخل السريع الثاني الشقة. احرصوا على مراقبة المداخل وتسجيل حركة الدخول والخروج. كنا ندرك جيدا مدى خطورتهما وطلبت من الرجال الاستعداد ذهنيا قبل الانتشار على الأرض لإطلاق النار عليهما. كانوا يدركون الخطر الذي يواجهونه، إلا أنهم كانوا مصممين على أن يمثل هذان المجرمان أمام العدالة، ولن ينسى أحد أبدا ما حصل بعدها. في هارتفورد تعقب رجال شرطة ومكتب التحقيقات الهاربين من وجه العدالة كاتالينو موراليس المطلوبة بتهمة محاولة القتل، ورايموند سولانو المطلوبة بتهمة القتل. صدرت الأوامر لفريق التدخل السريع الذي يعد نسخة مصغرة عن القوة الضاربة في هارتفورد بإلقاء القبض على المشتبه بهما. وبدأنا نصرخ الشرطة انبطحا. بدا موراليس وسولانو مصممين على عدم الاستسلام. كان أحدهما يرقد وذراعه ممدودة، وحين رأيت فوهة مسدسه تومض أطلقت النار عليه. خشيت أن يطلق النار علي أو على أحد زملائي، فأطلقت النار عليه عدة مرات. فاجأتني ردة فعله السريعة، وكأنه كان مهيئا لإطلاق النار وعدم الاستسلام.
عندما علمت بحدوث إطلاق للنار خشيت أن يكون أحد رجال الشرطة قد أصيب. أدركنا أن زملائنا الآخرين في خطر فثارت ثائرتنا. كان فريق القناصين على سطح مبنى المدرسة يشاهدون بوضوح ما يجري. كان الأمر مخيفا ومثيرا للدهشة في آن معا، والرصاص يتطاير في الاتجاهين بسرعة فائقة. كان الرجال يقفون على مسافة قريبة من بعضهم البعض وخشينا أن نصيب أحد الزملاء خلال إطلاق النار. راقب القناصون الهاربين وهما يختبئان خلف المبنى. تواريا عن الأنظار، وتوقعنا أنا والشرطيان دياز ومانسون أن يخرجا من الجهة الغربية للمبنى ويبدأ بالدوران حول أنفسهما. توقفت في مكاني لأتمكن من رؤيته جيدا عند خروجه من المبنى. أصيب موراليس برصاصتين. تخيلت أنه لن يستطيع النهوض مجددا، لكن إصابته لم تكن كافية لردع هذا الرجل المسلح العنيف. لكنه سرعان ما نهض وبدأ بالركض. استعد الشرطي دياز للنيل من المشتبه به ووجد نفسه مرغما على اتخاذ قرار سريع. ظهر المشتبه به الثاني، ولكنني أدركت أنه لم يكن مطلق النار. لم يكن ريموند سولانو يحمل سلاحا، فتركته يمضي. بعد ثوان رأى الشرطي دياز موراليس. رأيته يخرج مسدسا آخر من حزامه. ما زال كاتالينو موراليس يطلق النار على الشرطة. تمركز التحري أنتونو والعميل أندرسون في موقعهما بغية مساعدة زملائهم. شاهدنا المشتبه بهما يتوجهان نحو نطاق شجري غربي المجمع، فحاولنا أن نعترض طريقهما قبل الوصول إلى النطاق الشجري. لم نشأ أن ندع كاتالينو موراليس يدخل هذه المنطقة الحرجية ويشكل خطرا على الناس. تمكن الشرطي دياز من تحديد مكان موراليس. كان عليه أن يصيب هدفا متحركا من موقعه الثابت. دار موراليس حول نفسه ووقع أرضا على الفور. بدا وكأنه أصيب في ذراعه. بعد إصابة موراليس